السلام عليكم. نعم. لا لا، انا عايز بتاعي التانية اول، عارفين اللي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف، حاسسكم نايمين بصراحة، بس ماشي، ممكن نجربها تاني بس عشان بتديني باور في البداية. السلام عليكم. ايوه كده كده، لا نقدر نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس وخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا مبارك النجاح ومبارك التفوق ومبارك ان انتوا سيرفايفرز من امتحان الكيمياء وامتحان الاحياء بتاع ايوه خلاص خلاص كفايه، احنا عيطنا كتير والحمد لله الحمد لله ان انت وصلت لهنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان الموضوع يكمل بشكل انت يعني افضل من التوقعات اللي انت متخيلها. طيب ركز بقى معايا، الفقره بتاعتي هي يمكن انت سمعت عنها كتير، او اي حد هيكلمك اصلا في بدايه الكليه هيكلمك عن النقط دي، ولكن في حاجات معينه انا عايز اركز عليها قوي. ماذا بعد الثانويه العامه؟ فتره اولى كليه بالخصوص، وفتره الكليه بالعموم، وفتره الحياه بتاعتك الى ان يعني تولنا ربنا سبحانه وتعالى برحمته بشكل عام. الحياه دي مختلفه تماما عما سبق، وانا شايف اهم حاجه او اول حاجه بتختلف من الكلية عن الثانوية، اليوم اللي انت بتحط فيه الكلية دوت انت بشكل ما بتبقى مسؤول عن نفسك بشكل اكبر بكتير عن قبل كده. يعني انا فاكر الصدمة بتاعة ان انا بدور على مش عارف ورقة 2 جند و7 جند والحاجات دي جبتوها؟ وبدور على شهادة الثانوية لازم اروح اجيبها من مش عارف منين، ومش عارف ايه اللي محتاج دمغة، ولازم انت تروح تعمل كشف طبي مش عارف فين وترجع تاني. انا عمري ما عملت الحاجات ديت لوحدي، انا دايما حضانه ابتدائي اعدادي ثانوي والدي ربنا يديله الصحه كده معايا. يعني انا في ابتدائي كان والدتي الله يرحمها وعمتي معايا في المدرسه، اعدادي عمي ووالدي معايا في المدرسه، في الثانوي كل المدرسين عارفين والدي، فانا ما كنتش بشغل بالي خالص، انا ما كنتش عارف ان الملف بتاعي المفروض يتنقل اصلا، هو بيتنقل لوحده. فجاه في الكليه اول صدمه، ده انت بتاخد الحاجات دي انت اللي بتروح تقدم لنفسك ووالدك مش هيجي معاك. ايوه بس دي حاجه بسيطه. لا ما بالنسبه لي ما كانتش بسيطه في البدايه، ما كانتش بسيطه، ودي كان انذار كده، خد بالك الفتره الجايه مختلفه، خد بالك في قرارات كتير قوي من اللي انت كنت بتعتمد فيها على اهلك قبل كده انت اللي هتاخدها بنفسك. ففعلا فعلا انت دلوقتي بقيت مسؤول عن نفسك. وحتى على فكره الناس اللي هي لم يحالفها الحظ ولم تحصل على مجموع عالي ووصلوا كليه ثانيه، هو برضه بقى مسؤول عن نفسه. يعني انت بالنسبه لاهلك بيقولوا لك ايه؟ مش انت جبت طب، اعمل بقى اللي احلالك ان شاء الله تاخدها في 10 سنين. طبعا مش كله بيقول كده، بس اللي هو ايه، الواد دخل طب خلاص بقى خلاص سيبك منه. وعلى الناحيه الثانيه اللي بيجيب مجموع قليل وبيدخل اي كليه ثانيه خلاص بقى خلاص احنا فقدنا فيك الامل كله، مع السلامه اعمل اللي تعمله. فسواء كده او كده انت بقيت مسؤول عن نفسك. وخد بالك لان الكليه مش مجرد سور وكم مبنى ومستشفى وسكاشن ومحاضرات ومدرجات، لا لا لا، الكليه مفهوم، الفتره ديت مفهوم كبير قوي وفيها مسارات كتير جدا جدا جدا، ما بين كل مسار والتاني شعرة. على المدى القريب انت بتاخدش بالك من الفروقات البسيطة، يعني بص انا همشي كده مستقيم، الاستقامة دي هتوصلني فين؟ هتوصلني هناك كده. طب لو انا انحرفت يمينا او يسارا بمقدار درجة واحدة بس، ماشي دي درجة ما تعملش اي حاجة من ضمن 360 درجة. ايوة الدرجة دي دلوقتي مش باينة، بس صدقني الدرجة دي على المدى البعيد بعد ما كنت هتوصل هنا هتوصل هنا، هتفرق جدا جدا جدا. وسبحان الله انت يعني بتقعد تفكر كده، ايوه بقى الاختيار الصح دوت ليه مقومات، يعني انا في حسبه معينه اجيبها ورقه وقلم واقعد 1+1=2 والكلام ده عشان اختار صح؟ في اجتهاد ولكن بصراحه انا بحس ان هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لان لما برجع واشوف مثلا حاجات انا عملتها كنت ممكن بتفكير بسيط خالص ما اعملهاش او اعمل حاجه ثانيه، مين اللي خلاني اعمل كده؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت عشان بقى تستاهل توفيق ربنا لازم أن تكون مع ربنا سبحانه وتعالى. فعلشان كده احنا عايزين نتكلم عن بناء شخصيتك، شخصية كونك إنسان مسلم قبل ما تكون طالب طب. يعني ده التايتل العام بتاعك، مش حرف الدال، لا لا، اسمك الأول، اسمك هو قبل حرف الدال اللي هيتحط قبل اسمك. أنت إنسان ومسلم قبل أن تكون دكتور، لأن في اتنين كده بيعملوا حاجتين يعني متعاكسين تماما، أنت المفروض تبقى ما بينهم. في واحد يقول لك بص الطب ده يعني ايه على جنب كده وما بيبصلوش خالص،
وينجح بقى ما ينجحش، ينجح مقبول، ده سيء. احنا مش عايزين النموذج ده، لان انت في يوم من الايام لو انت هتمارس مهنه الطب فانت هتسال عن كل حاجه انت بتعملها هي صح ولا غلط. والشخص الثاني اللي بينغمس في الطب لشوشته هو طالب طب فلوس طب بس، انا طالب طب وفقط دوت. على المدى البعيد بتلاقي ان هو نسي قرايبه دول عايشين فين، ونسي هو بيتكلم مع الناس ازاي. هو دلوقتي بس بتيجي تكلمه يقول لك انتيريور بوستيريور ميديال لاترال، انا بتكلم بس انتوا مش عارفين انتيريور بوستيريور. ماشي خلاص كده، هو بيتكلم بالطب بس، بيتكلم بالمصطلحات الطبيه. انما تيجي تكلمه في الحياه العامه وفي الحياه العمليه تلاقي ان هو بطيخ، ويكتشف بعد كده انه عشان يمارس الطب صح في مصر لازم يكون عنده اصلا كوميونيكيشن سكيلز، لازم يعرف يتواصل مع الناس ويتعامل معاها. طيب انا عايز اتكلم في نقط سريعه كده علشان تفكر تبني نفسك صح ازاي. اول نقطه، تبني نفسك روحانيا وعلاقتك مع ربنا تظبطها. في ناس بداوا الكليه وختموها بادئين كان معاهم جزئين ثلاثه من القران، ختم الكليه وهو بيختم القران. في ناس دخلوا الكليه وما كانش يعرف عن حاجه اسمها علم شرعي، تعلم علم شرعي. في ناس كان كل علاقتها بالصلاه اللي هو الخمس صلوات ان صلاهم، دلوقتي ما شاء الله الخمس صلوات بالسنن الرواتب بحاجه اسمها قيام ليل هو مواظب عليه. في واحد ما كانش يعرف حاجه اسمها ورد قران، بقى دلوقتي عنده ورد قران ثابت، ويوم ما الدنيا بتتعصلج معاه خالص كده ومش قادر وبينام بيفتح الموبايل قبل ما ينام خمس دقائق يقرا ربع مثلا. في واحد ما كانش يعرف عن حاجه اسمها الاذكار، لما حد يفكره يقول له اذكار الصباح يقول لك اذكار الصباح اصبحنا واصبح الملك لله، هو ده اللي عارفه عن اذكار الصباح. دلوقتي بقى هو خلاص يوميا اذكار الصباح واذكار المساء. صدقني دوت شخص موفق، صدقني دوت شخص بيستنجد بربنا سبحانه وتعالى وبيستعين به في كل حاجه. لان صدقني والله العظيم والله العظيم انت لا تملك من امرك شيء الا بالله سبحانه وتعالى. كلنا كده عباره عن صفر على الشمال الا بتوفيق ربنا. ما ده اللي انا قلت لك من شويه، هل في عمليات حسابيه عشان اختار الحاجه الصح واسيب الغلط؟ غالبا الدنيا مشوشه اصلا وكل الدنيا فتن وانت مش عارف فين الصح وفين الغلط بنسبه كبيره. مين اللي هيوفقك انت تختار الصح؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وعلشان تستحق توفيق ربنا لازم تكون مع ربنا. وانا يعني للاسف دايما بتكلم في النقطه ديت وبحس ان انا يعني ما ينفعش اتكلم فيها اصلا. الصلاه يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ده الف ب الف ب. احنا لما بنقصر في الصلاه امال ناقص ايه؟ يعني ناقص ايه بجد؟ خدها عهد مع نفسك من دلوقتي ان انا من دلوقتي لحد ما اخلص حياتي ان شاء الله مش هفوت صلاه. طب جيت فتره قصرت، هتوب وهرجع لربنا تاني، وهكذا بقى. فعلاقتك بربنا تظبطها كويس جدا. تاني حاجه التعلم، والتعلم انا هقسمه شقين، الشق الطبي وشق التعلم العام. وخلينا نتكلم عن التعلم العام الاول، لان شئت ام ابيت انت دلوقتي مكانتك في المجتمع بعد ما كانت هنا طالب زيك زي اي طالب حواليك في ثانويه عامه، انت بقيت طالب طب، انت بقيت الواد اللي جاب فوق ال 90% ولا جاب حاجه و90، الواد اللي طالع الاول ولا الثاني ولا الثالث على المدرسه، الواد اللي مقفل الدنيا، الواد دماغه نظيفه. حتى لو انت دماغك مش نظيفه، هو الناس باصين لك كده مجموعك عالي يبقى دماغك نظيفه. ايه رايك في الحاله الاقتصاديه للبلد؟ لو انت قلت حاجه اقول لك اه صح كلامه صح. انت ما تعرفش حاجه عن الاقتصاد اصلا، اخر حاجه تعرفها عن الاقتصاد العصير اللي كنا بنعمله في الاقتصاد المنزلي في رابعه ابتدائي. بس لو اتكلمت في الاقتصاد هيقول لك اه كلامه مظبوط. لو جه حد ياخد رايك في حاله عاطفيه اقول لك اه كلام مظبوط، عشان جايب مجموعه عاليه في الثانويه فتاخد رايه في حالات عاطفيه، ده نردات يا ابني. الناس اللي بيجوا مجموعات عاليه مجاميع عاليه نرد وما يعرفش حاجه عن الحاله العاطفيه، هو بيحب الكتب. يعني ده اكتر علاقه هو عملها في حياته، كان بيحب كتاب التفوق في الاحياء. بس ما تحبوش؟ خلاص. يا دي الاحياء مش جايب سيرتها. خلاص. فالقصد يعني ان انت بالفعل مجموعك والمكانه بتاعتك دلوقتي وحرف الدال دوت بيديك مكانه في المجتمع انت مش هتقدر تتنصل منها. وهيفرض ان رايك هيبقى في مكانه تانية غير اراء الناس حواليك. انا ضد النظره دي؟ ضدها طبعا، ولكن هي شئت ام ابيت موجوده. فعلشان تقدر تجاوب النص صح وتقدر رايك فعلا يكون راي سديد لازم تقرا ولازم تتعلم. احنا امه اقرا يا شباب. وتقرا ديت انا دلوقتي بكلمك مش القراءه الطبيه، انا بكلمك عن القراءه بشكل عام. قراءه عن التاريخ، في حاجات كتير ممكن تقرا فيها ممكن نتكلم بعد كده، بس في كتاب انا برجحه دايما واظن احنا كنا قراناه مع بعض اصلا خلال الثانويه وعملت عنه فيديو، كتاب مسلكيات. يعني لو حد عايز يبدا القراءه يبدا بكتاب مسلكيات للدكتور ابراهيم السكران. بدايه موفقه جدا وهتفهمك بعد كده انت تعمل ايه بعدين، تمام؟ وفي كتب تانية ممكن ابقى مرشحها بعدين ان شاء الله.
طيب التعلم بقى الطبي، اول معلومه بس واول نصيحه عايز اقولها لك، انت في اول ترم في الكليه ده اصعب ترم، واللي بيوفق فيه وبيشتغل على نفسه كويس جدا، بيعرف مصطلحات طبيه كتير، بيعرف كل ماده بتتذاكر ازاي ومن اين تؤكل الكتف في هذه الماده، يعني خلاصتها ايه، يعني ايه الفسيولوجي الاناتومي ده عايز ايه، الهيستولوجي دوت خلاصته ايه، فاهمني؟ ساعتها الترم الثاني بيبقى اسهل، سنه ثانيه انت بتبقى حاطط رجل على رجل، مش عشان الحاجات هتبقى اسهل، علشان انت مستواك عالي، فمعلش اتعب على نفسك قوي الترم الاول ده في الدراسه الطبيه، ما تهملهاش، بس اتعب على نفسك قوي، مش لدرجه انت تيجي على نفسك، عشان انت لدرجه انت تيجي على صحتك او نفسيتك او ان انت تحس ان انا مش فاهم حاجه، معاك حمار، انا جيت هنا غلط، انا شكلي بقى هو انا غشيت ولا ايه، ولا درجاتي ايه حرام، لا ما تعملش في نفسك كده عادي. انا فاكر وانا في اولى كليه، طبعا احنا كنا نظام قديم، انا دفعه 36، فدفعه 36 و37 دول اخر اثنين، اخر دفعتين في النظام القديم، 38 بدايه النظام الجديد، فكنا لما بنمتحن زي الثانويه كده في اخر السنه. انا فاكر ان انا بدات استقر على هسمع مين في الفسيولوجي وهذاكره ازاي في شهر مارس. انتوا بتكونوا، انتوا اصلا 3 اسابيع تقريبا بيبقى عندكم امتحان، فما فيش، انت لو غفلت لحظه بتاخد على قفاك في الكليه، انما احنا كان عندنا فاينل، الفاينل في اخر السنه، اقعد عك طول الوقت. فاكر شابتر اسمه سي في اس اللي هو كارديو فاسكولار، هو بتاع القلب والاوعيه الدمويه، انا تقريبا حضرت لكل الدكاتره، ما شاء الله كل دكتور كان عنده حاجه مميزه، وفاكر اساميهم، دكتوره صفاء ودكتوره سوزان ودكتوره سوزي ودكتور محمد، كل الناس دول كل واحد كان عنده حاجه مميزه انا خدتها منه. وبعد كده طب هسمع مين في الريكوردات، هسمع الدكتور ده والدكتوره دي، انا تقريبا سمعت كل اللي على الساحه عشان في الاخر اقدر افهم يعني ايه سي في اس. طب انت عندك القابليه لكده؟ ما بتلحقش انت، يعني لو فوتت ريكورد يوم من غير ما تذاكر هتلاقي حد بيخبطه على قفاك، تعالى عندك كويز، عندك امتحان. فمعلش الفتره الاولانيه بتبقى صعبه جدا، بس ان شاء الله هتعدي. طيب ده بالنسبه لجزء التعلم. الجزء اللي جاي مهم قوي، السكيلز، المهارات اللي انت تقدر تكتسب بيها مال، فلوس. والكلام للشباب، فترة الكلية مش 5 سنين، فترة الكلية 7 سنين. صحيح في آخر سنتين امتياز وبقى في مرتب مغري جدا، دلوقتي وصل كام؟ 2800 تقريبا، أه والله 2800 جنيه، 400، 500، هنفتري، يعني مرتب مغري تمام، بس ده بعد 5 سنين. وأنا عايز أقول لك إن 2500 دلوقتي مش هيكفوك مواصلات. فالقصد، هل أنت هتفضل الفترة دي كلها بتاخد مصروف؟ لو اهلك بيصرفوا عليك يا عم الحمد لله وربنا يديهم الصحه، بس الفكره ان انت لازم تكتسب المهارات دي، مهارات كتير قوي بقى، يعني انا مش عايز اعد، يعني الشخص اللي بيعمل لي مونتاج للفيديوهات هو اصلا في طب دفعتي، اللي بيعمل ديزاين تمام مظبوط، اللي بيعمل الديزاين برضه في دفعتي او مش في دفعتي، يعني تبع الكليه، في الكليه يعني، ناس كتير جدا في طب وعندهم سكيلز تانية بيقدر يكسب منها كسب مادي حلال كويس جدا، يقدر يبقى عنده حرية مالية. عشان بس انا عايز الفت انتباهك لحاجة، ان انت علشان تبقى شاطر ودكتور شاطر لازما تبقى غني، مش لازم تبقى غني اللي هو الغنى، لا لازم يبقى معاك فلوس. ليه؟ لان عشان بعد كده انت تروح تتعلم حاجة معينة، تاخد كورس معين، تنزل في مكان معين بغرض التعلم مش بغرض كسب الفلوس، انت لازم توفر وقت للكلام ده. طب هتوفر وقت وانت مرتبك 2000 جنيه ولا ما معكش فلوس اصلا؟ لا يا عم الحاج، الوقت دوت انا هروح انزل بيه شيفتات برايفت ولا اشتغل فيه في اي حاجه تانية، فهتلاقي ان انت بتستهلك في حاجه ما بتعلمكش، ما بتقدمكش لقدام، انا عايز اجيب فلوس بس. بينما لو انت عندك مصدر دخل بتقدر تجيب منه فلوس كويسه بشكل مرتاح، هتقدر يبقى معاك فلوس تقدر تستغني بيها عن الشفتات البرايفت ديت، فتقدر ان انت بعد كده تتعلم بمزاجك. تلاقي زميلك بقاله شفت 24 ساعه عشان ياخد 800 جنيه مثلا، وانت ال 24 ساعه دول لا انا نمت كويس وصحيت حافظت على جسمي وعملت رياضه او كلت اكل كويس وخدت 8 ساعات خلال اليوم، انا ما بكسبش فلوس بس بتعلم حاجه بعد كده هتكسبني فلوس. فاهمني؟ لازم يبقى عندك حريه ماليه. والكلام للشباب اكتر من البنات، البنات اهلهم بيجوزوك وربنا يعني لو انتوا تقدروا ان شاء الله تكسبوا رزق برضه وتساعدوا في جهازكم هيبقى جميل جدا. الشباب حاشا اجوزك تمام؟ فمن دلوقتي بجد والله ابدا افكر في الموضوع ده. مش اول ترم في الكليه، الموضوع صعب زي ما بقول لك، بعد كده ان شاء الله يبقى عندك وقت.
الحاجة اللي بعد كده هي موضوع الأنشطة الطلابية. من أكتر الحاجات اللي هتنقلك في طريقة تفكيرك، طريقة تعاملك مع الناس. فجأة هتبقى عندك تاسك معين، كأنك بتشتغل بالظبط، عندك تاسك معين لازم تنفذه. التاسك ده ما بعرفش انفذه، اتصرف، روح اتعلم. فهتلاقي ان انت بتكتسب مهاره كويسه عشان تقدر تتعامل. التيم وركينج، انت تبقى شايف ناس وتيم وتبدا تسمع مصطلحات اول مره تسمعها، اتش ار واف ار وبي ار، ايه الارات الكتير ديت عباره عن حاجات معينه كده موجوده في الشركات. فلما تبدا تفهم المعلومات ديت او الحاجات دي انت عقليتك بتكبر اصلا. طيب خد بالك عشان الانشطه الطلابيه، انا بصراحه بقى كذا سنه يعني مش عارف الانشطه الطلابيه اللي في الكليه ايه، يعني بدايه من الكورونا كده واحنا 5 و6 كنا بنيجي ايه البطنه الاطفال الجراحه النساء، بنيجي المستشفى ونمشي تاني، فما كنتش منهمك قوي في الايه في الانشطه الطلابيه. ولكن هقول لك شويه امثله من الحاجات الجميله جدا. واول حاجه انا دخلت فيها كانت الصيدليه الخيريه. الصيدليه الخيريه انا اشتغلت الاول في تيم صيدليات، ان انا باخد لستة معينة وبنزل صيدلية معينة، الصيدلية دي بتجيب لنا اللستة دي بيتبرعوا بيها. بعد كده دخلت في حاجة اسمها تيم الفرز. يعني ايه تيم الفرز؟ الادوية اللي انت خدتها تبرعات، ناس جايبها تبرعات او انت جبتها من الصيدليات، بتبدأ تفرزها على حسب الاكسباير ديت اللي هو تاريخ انتهاء الصلاحية، تقسم ادوية القلب لوحدها، ادوية الصدر لوحدها وهكذا. فدي ادتك خبره كويسه جدا، خاصه لما انتوا بتاخدوا فارما من سنه اولى كمان، احنا بناخد فارما في ثالثه، كنا بناخد في ثالثه. فانت من سنه اولى انت عارف يعني ايه ادويه، فدي هتديك خبره كويسه جدا. بالاضافه بقى ان هو تيم، وعلى فكره يعني الصيدليه يعتبر تيم كبير. انا فاكر ان الاف ار اللي هو فاينانس اللي هو الناس بتوع الفلوس يعني، كانوا ساعات بيعملوا حملات، الحمله ديت نص مليون جنيه. ايوه نص مليون جنيه في ايد الطلاب، النص مليون جنيه دولت بنجيب بيهم اجهزه للمستشفى. نعمل مثلا تبرعات للمرضى، نشتري ادويه لمرضى الكانسر بالشيء الفلاني، بنقدر احنا نوفرها المستشفى نفسها مش قادره توفرها. فالقصد يعني تخيل انت طالب وبتقدر تتعامل على هذا المستوى. حاجه ثانيه على المستوى العقلي، الخانه. الخانه هي مجموعه كده على ايامنا كانوا بيقعدوا في، بيبقى فيه انشطه كتير، ندوات معينه يجيبوا الدكاتره يتكلموا فيها، يجيبوا ناس من بره يتكلم في موضوع معين. وكنا بنعمل كل يوم 2 حلقه كده في الكافيتيريا، بنتكلم ان هنناقش كتاب كذا وكذا وكذا، مين اللي هيناقش الكتاب؟ فلان وفلان وفلان. يبداوا يحضروا الكتاب ويجوا يعرضوه. بصراحه كانت بتبقى قاعده مثمره جدا. تخيل واحد افنى من عمره 5 6 10 ايام عشان يقرا كتاب ويجي يلخصه لك ويقول لك الخلاصه كلها، ومش عباره عن فيديو على اليوتيوب انت بتسمعه خلاص، لا ده شخص قاعد معاك فبتقدر تناقشه. بصراحه كانت مثمره جدا لاقصى حد. الحاجه الثالثه مايندز. مايندز لسه موجوده صح؟ انا فاكر مايندز كان من اهم الحاجات اللي فيها مثلا الكرييتيف، كرييتيف تيم دولت كانوا بيعملوا يعني حاجات ليها علاقه بالتعلم، موضوع التيتوريال مثلا، اللي هو بدا على دفعتنا، كنا احنا في سنه اولى تقريبا، التيتوريال دوت اللي هو مجموعات من الطلبه ويبداوا يحضروا موضوع ويشرحوه ويتناقشوا فيه مع بعض. فان انت تشارك مع الناس دي برضه هيضيف ليك كتير. انا عايز بس سلام اللي احنا قلناه زي ما كنا بنلمه كده في الحصه. اول حاجه احنا اتكلمنا ان الكليه مرحله مش عباره عن شويه اسوار وشويه مباني، دي مرحله بمفهوم كبير قوي. تاني حاجه ان الكليه ديت ممكن انت تاخد مسار يمين او يسار بدرجه بسيطه جدا، على المدى البعيد هيفرق جدا جدا جدا، فاخد بالك من خطواتك. طب اخد بالي ازاي يعني احسبها؟ والله احسبها واجتهد وابذل قصارى جهدك واستنفذ وسعك، ولكن خد بالك ان الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ولا تكن امعا، خد بالك، لان انت برضه بتبقى داخل، انت شايف انت بتدفع 43، انت شايف بتوع 42 دول الدكاتره الكبار، انا كنت 36، فشايف 35 دول ده دكتور، انا دلوقتي ده واحد معاه دكتوراه ماجستير، ده في نظري، انا فاكر ان انا كنت بصلهم كده. فيجي يقول لك، بقول لك يا ابني احنا عندنا حته اسره بتطلع على حالات هاي لاي وبنت لذينه، يقولوا بجد وتامر حسني والجيتار وهنقعد على البتاع والكلام دوت، يعني هو تخيله كده، يقول لك فانت بتسمع كلامه، انت بتنساق وخلاص. واحد تاني يقول لك لا 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 تعالى سيبك من الكلام ده، احنا هنروح في حته ثانيه، فانت ماشي امعه، لا انا مش عايزك كده، انا عايزك تهدى وترسى. هو ممكن يكون بيقدم لك الخير فعلا، بس ما تفكر، ما يمكن مش خير ويمكن خير، فاهمني؟ المهم يعني لا تكن امعه، ان احسن الناس احسن وان اساءوا اسات. طيب بعد كده اتكلمنا اول حاجه عن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، الصلاه اول حاجه، ورد القران، اذكارك، حفظك من الشيطان وحفظك من اي سوء.
تاني حاجة التعلم، سواء العلم بتاع الكلية أو العلم العام، القراءة بشكل عام. بعد كده اتكلمنا عن الأنشطة الطلابية، وإن أنت تشترك في الأنشطة الطلابية وهتفيدك جدا، بس يعني ممكن تأجل الموضوع دوت أول ترم، لأن زي ما قلت لك الدراسة بتبقى صعبة شوية. خد بالك من صحتك، لأن يعني إيه، إحنا عمال ما نخلص الكلية بتلاقي ناس شعرها أبيض، وناس شعرها بدا يقع، وناس مش عارف عندها ايه في الغضروف، وتحس ان احنا بقينا معجزين ماشيين مهكعين، عارف الست قطاطا. طب ليه يا ابني، ايه اللي عمل فينا؟ ما هو خلاص، واهمل كل حاجه الا الكليه. لا لا، خد بالك من صحتك كويس جدا. اللي بينزل جيم يكمل جيم، الناس اللي بيحجزوا كوره يحجزوا ويعزموني، بس لو انا فاضي هاجي وعلى يشيل، بس حرام اللي على يشيل ده، تمام؟ بس هشيلكم، هجيب الفريق معايا من الباجور، تمام، ونشوف مين جاهز. طيب قلبك جايبك؟ ماشي تمام. طيب خلاص خلاص بقى خلاص. طيب بصوا يا شباب، انتوا عديتوا مرحله صعبه، وفعلا فعلا فعلا الثانويه بتاعتكم، السنه بتاعتكم ديت كانت عصيبه، واللي حصل اللي حصل فيكم في الامتحانات مش هين خالص، مش هين خالص. وما بعد الامتحانات، يعني انا يعني لما بشوف الطلبه وقت انتظار النتيجه ووقت انتظار التنسيق والحاجات دي، انا بقول لي يا ريت يرجعوا للامتحانات، الامتحانات كانت اهون بكتير. فالحمد لله ان هي عدت على خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان القادم يكون افضل بكتير باذن الله، وهو ان شاء الله يكون افضل. بس انت اختار الطريق اللي هتمشي فيه، وافتكر دايما ان المتعه في الطريق ايه. الله ينور عليك. مفيش حد جاي في الدنيا ديت عشان يستريح، هي الدنيا ديت زي جسر من التعب، عشان تعدي الناحيه الثانيه لازم أن تبتلى وتختبر. واليوم اللي تحس ان انت كاهلك ما بقاش عليه مسؤوليات، اعرف ان انت تقريبا كده ميت، اعرف ان انت تقريبا مالكش. بالظبط، المتعه في الطريق وعثراته.